يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الأحد طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 15، الصغرى 7، الإسكندرية 15-8، مطروح 15-7، بورسعيد 16-8، الإسماعيلية 16-7 وجوها بارد. أما في السويس 16-7، العريش 16-7، طابة 16-10، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 20-12 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 19-6، أسوان 20-7، الوادي الجديد 19-6، شلاتين 24-10، حلايب 22-11 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم.